والله نشوف مثل هذه التظاهرات هي صح مليحة، ولكنها لا تكفي لترويج اللباس التقليدي. اللباس التقليدي يروج له أيضا الفنانين الإعلاميين، وأيضا الوزارة الوصية هي اللي يجب أن تتبنى ذلك. أنا نشوف باللي الوزارة رها مغيبة جدا، يجب على مغيبة ممكن في بالها باللي رها تدير في مجهودات، ولكن نظن باللي رها قليلة في حق الموروث الكبير اللي عندنا. مازال الكثير من الألبسة التقليدية لم توثق بعد، سوى مثلا اللباس التلمساني، شدة تلمسانية فقط موثقة، وين راح القسنطيني، وين راح الوهراني، وين راح الشاوي، كل هذا يجب أن يوثق ويجب أن يكتب باسم الجزائر، لأن هناك البلدان المجاورة والمعادية والتي تدعي الصداقة ممن تدي لك الموروث تاعك الثقافي وتقول لك ما عليش هذا مغاربي وإنما هو جزائري. يجب على وزارة الثقافة أن توثق مثل هذه الألبسة، وأيضا على المنظمين ومثل هذه الحفلات أيضا هي تروج بطبيعة الحال هذه.